اهلا 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 يا حاج درديري، نورت الدار. الحمد لله على سلامك. الله يسلمك. عامل كيف انت وعيالك؟ عليه يا حاج، هنا لسه خلفت. لا ان شاء الله بكره تخلف، بس ربنا يرزقك ببنت الحلال. حاج درديري انا جوز بنتك. بنتي؟ بنتي النهي. هديه. هديه. معلش يا ابن قصي، بقالي ثلاث ساعات تايه في السكة لما نفوخي ورم. والراجل الحمار اللي كان قاعد يوصف لي السكة في التلفون معرفش يدلني على الطريق خالص. حمار ايه يا حاج الدرديري؟ انا ما علينا يا حاج، تعال انا اعرفك. جوني ده يبقى الحاج الدرديري ابو هدية. بجد والله؟ وصاف ما وده عارفه سهير شلبي. وحشانة يا ستي وحشانة، من ساعة تاكسي السهرة ما شفناكيش. انت فين؟ معلش اصلي بعت التاكسي وحجيب توك توك. هو ايه النظام؟ ماله ده؟ سهير ايه بس يا حاج؟ سهير ايه؟ ده اخويا جوني، اخويا التوأم. سبحان الله، فولة واتقسمت نصين. هو بيسموك ايه ده؟ بيسموك ايه بس؟ اطلع يا حاج، اطلع فوق اطمن على بنتك. بنتي؟ مالها؟ جرالها حاجة؟ بنتك حامل وعلى وش ولادة. حامل؟ بنتي حامل؟ يا مصيبتي، مين السافل اللي عمل فيها كده؟ هو نفس الحمار اللي كان عم يوصف لك الطريق. اطلع يا حاج. ايوه ما انا لازم اطلع، لازم اعرف منها كل حاجة، لازم اغسل عاري بيدي. اطلع اغسل، اطلع اغسل فوق، اول اوضة على اليمين. يلا يلا فوق. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا ازاي سابينه كده؟ طب ما تودوه دكتور. جبت البعيدة، ما احنا وديناه الدكتور، امال وديناه العرفيين. ثانية واحدة يا جوني. بتكلم مين يا حاج انت؟ انا عارف واحد رزل قاعد يرن لي، ما خبرش عايز يهدي. يا دي المرار الطافح. انا يا حاج، انا اللي عم برن لك. وبترن لي ليه؟ عايز حاجة؟ بناخشك، بدلع عليك. اطلع يا حاج عاد. اطلع اعمل ايه؟ تغسل عارك. ايوه اغسل. فيري ويرد. دي راحت منه يا معلم وشكلها مش راجعه تاني. خليك منه، اقعد. ايه موضوع سفر امريكا ده؟ زي ما قلت لك يا كبير، لازم اروح امريكا وشكلي مش راجع تاني. ليه؟ موضوع التمثيل ده شكله هيظبط هناك يا معلم. بعد ما اعمل فيلم تايتانيك 2 اكيد مش هبطل اعمل افلام. اديك شايف ليوناردو دي كابريو بعد تايتانيك 1 ما عادش في البيت، قاعد ينحت السوق كله. على قولتك تلقاها في كل حاجة، ما في كل حاجة. طب وبعدين؟ هتسيب البلد تضرب تقلب كده؟ انت نسيت ان انت العمدة؟ البركة فيك انت يا برو، انا قررت ان اتنازل لك عن العمودية. سيبك من موضوع العمودية ده، ود اخوك اللي هيتولد ده مش هتشوفه؟ ولا مش فارقة معاك؟ ازاي مش فارقة معايا؟ ده انا هموت واشوفه، بس يعني لازم اكون في امريكا بعد بكرة عشان نمضي العقد. والعقد ده حيطير؟ ما تقول لهم هتقعد يومين ثلاثة لحد ما البت تولد. مش هيستنوني يا كبير، بعدين بصراحة أنا خايف يعني لو اتأخرت عليهم يدوا الدور لحد تاني، ممكن جدا يدوا الدور لروبرت دينيرو ولا الباتشينو. بعدين أنت ما ترضاش فرصة زي كده تضيع عليا صح؟ لا ما أرضاهالكش. شوف مصلحتك فين وتوكل على الله. لو مصلحتك في السفر سافر يا ود. منور والله يا ابوي، وانت عامل ايه دلوقتي وصحتك عامله ايه؟ نحمد الله يا بدي. وهنادي اخبارها ايه؟ هنادي 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 مين؟ هنادي اختي بنتك يا ابوي. اي وي 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 ما انت عارفه عاد الدنيا تلاهي، وفين وفين اما نشوفوها. واه فين وفين اما نشوفوها؟ كيف يا ابوي؟ هنادي دي اللي قاعده معاك. لا أنا دي اللي قاعدة معي، اللي قاعدة معي الصغيرة. ما الصغيرة هي هنادي. يا قعم رب رب، ده أنا طول عمري بقول لها يا هند. هند مين يا بوي؟ اللي قاعدة معاك الصغيرة دي هي هنادي. الله، أمال الهند دي الناهي؟ هند دي اللي اتجوزت وقاعدة في أسيوط. الله، اللي قاعدة في أسيوط دي مش هدية؟ يا مراري. خليه يخش. هو مين ده؟ مراري. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا اهلا. ازيك يا مراري؟ ايه اتفضل اتفضل اقعد، ثواني انزل اندهلك الكبير. يا ريت، انا لسه كنت حفتحك في الموضوع ده، ده انا عايزه ضروري. شوف انت هتلقاه فين؟ بعيد عن الدوار بكيلو عند الترعه. امر جنابك.
يا كبير مراري مزنوق فيك، عايزك ضروري. لا حول ولا قوة إلا بالله، أبوك دي حيجيب لي لطف اليومين اللي قاعدهم حداني. معلش يا كبير، خده على قد عقله. أخده على قد عقله أكتر من كده. إيه معلش، أنت الكبير برضك. والكبير هيلقاها منين ولا منين؟ مالك يا كبير؟ نسجوني كسب في مسابقة التمثيل بتاعة أمريكا دي. أمانة صح؟ هيمثل خلاص؟ إيه. طب وإيه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ وقال لي إنه هيسافر ما معودش. ما معودش؟ ليه؟ لازم يقعد جار شغله. طب وهيسافر متى؟ بكرة عشية الطيارة هتطلع من مصر. ما هيستناش المولد. بلا ما أخزي، هو الكبير قاعد هنا؟ أيوة يا حاج، أنا جاي لك. أمرني. بقى يا راجل أنت قاعد هنا وأنا قالب الدنيا عليك برا. خير؟ فيه راجل قه كده سأل عليك، اسمه مراري. وهو فين دلوك؟ أنا سايبه قاعد فوق مع هدية. طبعاً إذنك يا هدية، ما روح أشوف الراجل اللي قاعد معاك. يلا يا حاج، يلا يا حاج، أوديك الملاهي نلعب التويستر. مين دي؟ إيه هنانانانانديي. تحب على يدك. يلا يا حاج، يلا. جوني، انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش هتحضر حاجتك ولا ايه؟ اه ابا حضرها حضرها. طب يلا دلوقتي عشان بكره ما تبقاش مستربع وانت بتباك. وانا ايه؟ بتباك. لا لا ما تقلقش، ما يعني هتصرف، هحضر الحاجات. جوني في ايه؟ مفيش. جوني في ايه؟ بص انا بصراحه يعني مش عارف، ما كنتش متخيل اني هبقى متضايق كده وانا مسافر واسيب البلد كده. خلاص مش هشوف الكبير تاني ولا هدية، حتى البيبي اللي مولود جديد ده مش هشوفه. يا معلم هما اكيد هيبعتوا لك صورته على النت وتشوفه وتفرح بيه وكل حاجه. يعني النت مش زي الحقيقه برضو، مش هبقى شفته في الحقيقه. بعدين في حاجه مأثره فيا قوي، الكبير كان متضايق قوي انا مسافر. متضايق ايه وبتاع يا معلم؟ انت هتمشي من هنا والكبير هيرجع للعموديه تاني وكل حاجه تبقى زي الفل، هيزعل منك ليه يعني؟ انا حسيتها، كان متضايق قوي اني مسافر، وبعدين ما كانش فرق معاه خالص حكايه العموديه. طب ما هو لو الكلام كده بقى يبقى اكيد الكبير هيبقى فرحان جدا ان انت هتروح وتحقق حلمك وتبقى نجم ومشهور. بص انا وعدك انك اول ما تنزل امريكا هتنسى كل الحوارات دي بالظبط زي ما كنا جايين. انت مش كنت زعلان انك سايب امريكا وجاي على هنا؟ يا ماشي ماشي. انا بص انا كده كده شويه كده وافك يعني. لا يلا تشيل ابي. يلا بص انت امشي بس سيبني في حالي كده وانا افك لوحدي. جوني تشيل ابي. يلا هتوقعني يا ابني. إيه؟ في حد يفك حد كده؟ انت مجنون. ام سوري. امشي 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 يا توماس امشي. اوكي سوري. هيرب لا فصلني من الموت، فصلني من الموت. بروح حتة تانية أزعل فيها. خش. هدية ازيك؟ How are you doing؟ الحمد لله نحمد ربنا. احنا كنا جايين عشان نسلم عليكي، توحشينا قوي يا هدية. وانتي كمان يا حبيبتي، هنتوحشوكي اكتر. طب ومستعجلين كده ليه؟ ما تقعدوا تتغدوا الاول. معلش بقى يا هديه، لازم نروح كايرو دلوقتي عشان نلحق ميعاد الطياره. طيب توصلوا بالسلامه ان شاء الله. والله هنتوحشوك يا سي توماس. ايه ده بجد؟ يو تو يا هديه بجد، انتي كمان هتوحشيني. هديه عايز اطلب منك طلب، بليز نفذيهولي. اول ما تخلفي الواد عايزك تصوريهولي بس بكاميرا تكون على الاقل 21 ميجا بكسل، بلاش كاميرا الموبايل الحقيره بتطلع شكله غريب من اخيره عامله كده، وابعتيها لي على الميل بتاعي blondie@hotmail.com. ما هو باين انك ملهوف قوي عشان تشوفه. طب اعمل ايه يا هديه؟ اعمل ايه؟ مش بايدي والله، اكل العيش مزز. لا يا اخويا سافر، احنا برضك نحب لك الخير، بس صدق اسال علينا يا سي جوني، وودنا لو حتى بالتلفون.
تليفون ايه هديه؟ ما الدنيا اتطورت خلاص يا حبيبتي، دلوقتي في ويب كام، في سكايب. بليز بليز ما تخليش الكبير يسميه الاسم الغريب اللي عايز يسميه له ده. العتره الكبير الكبير قوي، الواد هيطلع مشوش يعني، العيله مش ناقصه فريكس. حاضر يا سيجوني. هديه ابقى ادعي لي. ربنا يكرمك وينجح لك المقاصد قادر يا كريم يا جوني يا ابن الحجه سمنتك. هتوحشيني قوي. وانتوا كمان. يلا عاد اتكلوا على الله، لحسن انا دمعتي قريبه وما هستحملش العجد دي. Me too. I'm so sensitive. سلام عليكم. ايه ده؟ هما السياح دول جم منين؟ ويلكم ويلكم زيزيز هدية بنتي وزيزيز ابوها. دول مش سواح يا ابوي، مش سواح. مش سواح كيف؟ يا سواح ايه ده؟ كفايه البغبغاني الزنجباري دي، ده ما فيش منه في مصر خالص. انا قلبت الدنيا عليه النوع دي. قطع معاك كام دي؟ لا ده انا اخدته هديه مع الايبود. هديه. طيب يعني لو فيه منه خلفي ابقى عين لي واحد بس من النوع اللي فين جناحاته. لا ما انا نتفته يا حاج عشان ما يطيرش مني. ايوه ايوه ايوه. تعال يا ابوي تعال اقعد هنا، انت ما اكلتش من الصبح. تعال. واني ما اكلتي؟ لا يا ابوي، وانا بقول مالي هفتن كده ليه؟ يلا انتوا مع السلامه، لحسن لو قعدتوا ما هتخلصوا شيء. جود باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي يا بيه. قول يا ابوي، قول يا ابوي انت ما اكلتش. واني ما اكلتش؟ لا. وانا بقول مالي هفتان. الحمد لله شبعت.